مع التظاهرات وإنهائها. الآن يقدم تعهدات لمتظاهري ساحة التحرير. هذا التأرجح بين السلطة والثورة كيف يمكن تفسيره؟ نعم، مساء الخير. راهن الجميع على إنهاء الحراك الجماهيري وعلى إخماد الجذوة المتحركة في العراق للمطالبة بوضع سياسي اقتصادي اجتماعي جديد تحت شعار نريد وطن. آخر الأوراق التي تم استخدامها ضد حركة الاحتجاج الشعبي هم أصحاب القبعات الزرق والتحول في موقف أتباع الصدريين الذين تحولوا من داعمين ومتواجدين في الساحات ورافعين لنفس الشعارات إلى مطالبين تحت شعار طرد المندسين وأن المتظاهرين لا يؤيدون خروج القوات الأجنبية أو لا يدعمون ترشيح السيد توفيق علاوي الذي هو مرشح السيد الصدر بشكل مباشر. وأريد للمتظاهرين أن ينسجموا مع كل طروحات السيد الصدر التي يتناغم معها أتباعه، لكن ليس بالضرورة أن يتناغم معها المتظاهر السلمي أو الغير مسيس أو غير منتمي. صحيح أستاذ جبار، هذه التعهدات التي قدمها الصدر بانت وكأنها منطقية بالنسبة للمتظاهرين، ولكن في المقابل هو قدم بيان، أصدر بيان اسمه ميثاق ثورة الإصلاح يتناقض مع هذه التعهدات، وبالتالي ما الذي دفع الصدر لأن يعني يطلق مثل هذا البيان؟ يعني حصول حالة من الفراغ في المشهد السياسي الشيعي العراقي كان مهيئا له التيار الصدري أن يكون هو الذي يملأ هذا الفراغ وهو الذي يتسيد الساحة السياسية، لأنه منذ فترة طويلة يعمل على مستويين، مستوى داخل السلطة ممثلا بأعضاء أكثر من 50 عضو في مجلس النواب وبوزارات، ومستوى آخر داخل ساحات الاحتجاج. وبالتالي هذا ربما أوحى للصدريين أنهم الجهة الوحيدة القادرة على أن تتسيد المشهد وأن تفرض رئيس حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة وبالتالي تحقق كل أهدافها السياسية. هذا الأمر بالتأكيد لم يرق إلى قوة سياسية شيعية وإلى المتظاهرين أيضا الذين لم يريدوا أن يرهنوا إرادتهم وشعاراتهم وأهدافهم بإرادة السيد مقتدى. لذلك كان البديل بعد فشل الحصول على كل المكتسبات وبعد عدم نجاح تحقيق ما كان مخططا له أن الساحة ستكون طوع يدي أتباع التيار الصدري وأن الحكومة الجديدة ستكون من صناعته كاملة وسيتسيد المشهد، عندما بدأت الخسائر تظهر حتى داخل ساحة الصدريين أنفسهم وهناك عدد كبير من الانشقاقات ربما غير المعلنة وهناك حالة من التنمر الاجتماعي بين أتباع السيد الصدر لأنهم يعتقدون أنهم جزء من الساحة وليسوا جزءا من المشكلة. شكرا جزيلا. شكرا من أربيل المحلل السياسي جبار المشهداني، شكرا لك على هذه المداخلة. وفي العراق أيضا أعلنت شركة نفط البصرة خفض إنتاج النفط الخام في حقل نهر بن عمر بسبب